بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نلتقي اليوم أعزتنا الطلبة مع درس جديد وهو نهاية دالة مركبة. في البداية أود أن أشرح ما هي دالة مركبة. مثلا لو كان لدينا f لx f نغير لون لدينا f هي عبارة عن تركيب دالتين U رون V. لاحظ معي U رون V، لاحظ قراءة والكتابة، نكتبها في دائرة U وتقرأ من اليمين إلى اليسار، نكتبها من اليسار إلى اليمين ونقرأها من اليمين إلى اليسار. كيف F تساوي U رون V؟ معناه الدالة U مركبة في الدالة V. مثلا لدينا بأخذ مثلا الدالة U لX، مثلا نأخذ الدالة U لX تساوي X مربع، مثلا X مربع. دائما هنا نعتمد في التركيب على الدوال المرجعية بالأكثر، يعني كثيرا ما نعتمد على الدوال المرجعية والدوال الجيبية. نأخذ مثلا قلنا x مربع ناقص 3 x زائد 1، هذه تسمى الدالة v لx. ونأخذ الدالة v لx التي تساوي الدالة الصماء أو الدالة المرجعية جذر x. أود أن أكتب دالة F التي هي عبارة عن تركيب دالتين U رون V. إذا F لX تساوي، نقول F لX تساوي ماذا تساوي؟ تساوي V لU لX، V لU لX معناه أين يكون X في الدالة V نستبدله بالدالة U يساوي. إذن لدينا الدالة V هي الدالة جذر X. إذن أين يكون X؟ ماذا يصبح؟ أقوم بتعويض X بالدالة U لX. إذن يصبح لدينا جذر X مربع ناقص 3X زائد 1، هذه الدالة U رون V. مثلا لو كان لدينا مثلا الدالة U لX مثلا تساوي cos X، مثلا ولدينا هنا الدالة V لX تساوي مثلا 1 على X مربع مثلا زائد 2 x. أود أن أركب الدالة U رون V. إذا نقول دالة F لX التي هي عبارة عن تركيب دالتين U رون V، F لX ماذا تساوي؟ تساوي V لU لX التي بدورها تساوي، إذن ماذا تساوي؟ نقوم باستبدال x في الدالة v بالدالة u لx، معناه تصبح واحد على، هنا لدينا في الدالة v x مربع، إذن يصبح نفتح قوس نقول cos x الكل مربع زائد 2x تصبح زائد 2 في الدالة U لX التي هي عبارة عن دالة جيبية cos X. يمكننا كذلك تبسيط هذه العبارة وكتابتها كالتالي، إذا تصبح هي 1 على cos X مربع، إذا تربيع يكتب هنا، زائد 2 cos X. هذا تركيب دالتين.
مثلا لو نأخذ مثلا عبارة أخرى كالتي أود كتابتها مثلا تكنتي بالمثال دائما نسمي الدالة إلي إكس نأخذ في هذا المثال الدالة إلي إكس تساوي P على 2 X زائد 1 دالة تآلفية ونأخذ الدالة في دي إكس التي تساوي الدالة الجيبية سينيس X. أود أن أركب هذه الدالتين إذا نقول F دي إكس ماذا تساوي هي E رون V قلنا تقرأ من اليمين إلى اليسار وتكتب من اليسار نحو اليمين إذن V ل U ل X تساوي سينيس إذن كانت سينيس X تصبح سينيس إلى X التي هي عبارة عن B على 2 X زائد 1 هذا فيما يخص تركيب دالتين يجب أن نعرف كيف نركب دالتين أو كيف نقوم بتفصيل تركيب دالتين إذن نأتي الآن إلى نهاية دالة مركبة نهاية دالة مركبة تقريبا دائما تستعمل هذه النهاية في حساب النهايات لكن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إذن نأتي إلى نهاية دالة مركبة نقول A B C تمثل أعداد حقيقية أو زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية معنى قيم هذه A و B و C يا إما تكون عدد حقيقي أو زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية يعرف U V F دوال حيث F تساوي U رون V قلنا تكتب من اليسار إلى اليمين وتقرأ العكس من اليمين إلى اليسار U رون V إذا كانت نهاية U X لما X يؤول إلى A يساوي B والشرط الثاني إذا كانت نهاية U X عفوا نهاية V X لما X يؤول إلى B أي القيمة التي وجدناها في نهاية الدالة U X تساوي C فإن نهاية الدالة F X لما X يؤول إلى A تساوي C كيف ذلك؟ نأخذ مثلا مثال مثلا الدالة الصماء التي بحوزتنا مطلوب حساب نهاية الدالة لما x يؤول إلى ناقص أو زائد ما لا نهاية جذر x مربع ناقص x إذا نأخذ نقول إذا نهاية الدالة الصماء جذر x مربع زائد x لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية مثلا في هذه الحالة قيمة A هي ناقص ما لا نهاية سوف نحسب قيمة B وكذلك نستنتج قيمة C إذا ماذا نقول؟ إذا دائما باستعمال نهاية دالة مركبة إذا نقول تساوي علامة استفهام إذا سوف أعتمد على حساب نهاية دالة مركبة أولا يجب أن أقوم بفصل هاتين الدالتين إن صح القول إذا نسمي أولا الدالة U X إذا الدالة U X إذن ماذا تساوي الدالة إلى X؟ هي ما بداخل الجذر نأتي إلى الجذر إذن نأتي إلى الجذر نأتي إلى هذا الجذر X نأخذ ما بداخله نسميه الدالة إلى X إذن في هذه الحالة ما بداخل الجذر هو عبارة عن دالة كثير حدود من درجة ثانية التي تساوي X مربع زائد X إذن الدالة في X إذن ما هي الدالة في X؟ إذن لو بطريقة نقول ماذا تبقى لنا داخل الجذر؟ بقي الجذر فارغ إذن نضع هنا X بأبسط الطرق إذن قمت بتفصيل هذه الدالة جذر X مربع زائد X هي عبارة عن دالة مركبة من دالة كثير حدود من الدرجة الثانية والدالة الصماء إذن هي x مربع زائد x والدالة جذر x
سوف أقوم بحساب نهاية هذه الدالة باستعمال المبرهنة أو باستعمال نهاية الدالة مركبة. نأتي أولا، إذن يقول في البداية أنه إذا كانت نهاية الدالة إلى X لما X يؤول في إلى A، في هذه الحالة A هو ناقص ما لا نهاية أو زائد ما لا نهاية، المطلوب حساب عنده النهاية. إذن X يؤول إلى، في هذه الحالة لدينا ناقص ما لا نهاية. إذن ماذا نقول؟ إذن تساوي نهاية ماذا؟ لو لاحظتم معي أن الدالة إلى إكس هي عبارة عن دالة كثير الحدود، لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية قلنا سابقا نأخذ نهاية الحد ذي أعلى درجة. إذن لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية هي نهاية الحد ذي أعلى درجة، في هذه الحالة هو إكس مربع. إذن لدينا ناقص ما لا نهاية مربعة تساوي زائد ما لا نهاية. إذن زائد ما لا نهاية، في هذه الحالة ناقص ما لا نهاية هي A في النظرية، وهذه زائد ما لا نهاية هي قيمة B حسب النظرية. إذن ماذا بقي؟ بقي أن نحسب نهاية في X لما X يؤول إلى B. B هي قيمة النتيجة التي وجدناها للدالة إلى X، أو نهاية الدالة إلى X لما X يؤول إلى ناقص ما. إذن نحسب الآن، إذن نقول ليميت لما X أين يؤول؟ يؤول إلى زائد ما لا نهاية نتيجة نهاية الدالة إلى X. إذن هنا في لـ X، الدالة في لـ X هي عبارة عن دالة الصماء جذر X. إذن نقول تساوي نهاية X يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذن نقول نهاية الدالة X جذر، عفوا جذر X. إذن جذر زائد ما لا نهاية ماذا يساوي؟ إذن هو زائد ما لا نهاية، وهذه هي قيمة C. إذن ماذا نقول؟ نقول هنا، نكتب هنا، إذن بما أن نهاية الدالة إلى X لما X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، و إذن والشرط الثاني ونهاية الدالة في لي إكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، فإن ماذا؟ فإن استنتاج هنا، فإن نهاية الدالة جذر إكس مربع زائد إكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية إذن تساوي زائد ما لا نهاية. مثلا لو أخذنا عند الزائد ما لا نهاية، يعني يمكن إلى A و B و C أن تكون متساوية أو غير متساوية، لا يهم ذلك. لو أخذنا عند الزائد ما لا نهاية ماذا نحسب؟ نقول نهاية الدالة لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية، لأنه في البداية قمنا بحساب نهاية الدالة عند الناقص ما لا نهاية، نأتي الآن إلى حساب نهاية الدالة عند الزائد ما لا نهاية. هنا ماذا نأخذ؟ نأخذ إلى X الدالة التي قمنا بتركيبها، إلى X إذن التي هي عبارة عن دالة كثير حدود. دائما نأخذ نهاية الحد أعلى درجة لدالة كثير حدود عند الناقص أو زائد ما لا نهاية. إذن هنا X يؤول إلى زائد ما لا نهاية، الدالة نهاية الحد ذي أعلى درجة X مربع. إذن نقول زائد ما لا نهاية مربعة تساوي زائد ما لا نهاية. وجدنا هنا قيمة B، نقوم بحساب نهاية الدالة V لX لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية التي قمنا بإيجادها. إذن هنا دالة في إكس التي هي عبارة عن دالة صماء تساوي نهاية جذر إكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذن جذر زائد ما لا نهاية ماذا يساوي؟ يساوي
زائد ما لا نهاية. إذن الجذر زائد ما لا نهاية يساوي زائد ما لا نهاية. ماذا أقول في هذه في هاته الحالة؟ إذا نقول بما أن هنا يعني بالنسبة للدالة إلى x، إذا بما أن نهاية الدالة إلى x لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، و نهاية الدالة v ل x لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، فإن ماذا؟ فإن نهاية لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية للدالة جذر x مربع زائد زائد x تساوي ماذا؟ تساوي زائد ما لا نهاية. هذا بالنسبة إلى الدالة الأولى. مثلا لدينا مثال آخر المثال الآخر المعطى، إذن نقوم بإزالة هذا العمل المسجل. إذا نأخذ المثال الثاني، كذلك هي الدالة الصماء، قمت باختيار الدول الصماء حتى تتناسب مع الشعب، شعبة التسيير والاقتصاد كذلك. إذا هنا لدينا المطلوب حساب نهاية الدالة جذر 1 زائد x مربع لما x يؤول إلى ناقص زائد ما لا نهاية، نقول تساوي علامة استفهام، دائما يطلب منا بالاعتماد على نهاية الدالة مركبة. أولا في البداية قلنا دائما نقوم بفصل هذه الدالة إلى دالتين، الدالة إلى x، إذا الدالة إلى x التي هي عبارة عن ما بداخل الجذر، إذا هي 1 زائد x مربع، والدالة v ل x التي تساوي الدالة الصماء جذر x، يعني نقوم بسحب ما بداخل الجذر نسميها الدالة v ل x، يتبقى لدينا جذر x. نأتي الآن إلى حساب هذه النهاية عند الناقص الزائد ما لا نهاية. نقول بما أن ماذا نهاية الدالة إلى x لما x في البداية نحسب لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، إذا ماذا تساوي الدالة إلى x؟ نلاحظ أنها دالة كثير حدود من الدرجة الثانية، إذا لما x نهاية لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، إذا هي نهاية الحد لأعلى درجة
الذي هو x مربع. إذا لدينا نقص ما لا نهاية مربع تساوي زائد ما لا نهاية، و لدينا كذلك نهاية الدالة في x. الآن لما x يؤول إلى أين؟ إلى هذه النتيجة، لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية التي وجدناها سابقا. إذن ماذا تساوي في هذه الحالة؟ تساوي نهاية جذر x لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، وتساوي زائد ما لا نهاية. إذن بما أن نهاية الدالة إلى x لما x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، وكذلك نهاية الدالة في x لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية يساوي زائد ما لا نهاية، فإن ماذا؟ هنا استنتاج، فإن نهاية الدالة لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية هي الدالة جذر واحد زائد x مربع. إذن ماذا تساوي؟ نقول تساوي زائد ما لا نهاية الأخيرة هاته. نحسب كذلك لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذن بما أن نهاية الدالة إلى x لما x يؤول، مطلوب الآن حساب نهاية لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، ماذا تساوي؟ تساوي نهاية الحد ذي أعلى درجة x يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذن x لx مربع، إذن زائد ما لا نهاية مربعة تساوي زائد ما لا نهاية، ونهاية الدالة في لx لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية هذه التي قمنا بإيجادها، إذن ماذا تساوي؟ تساوي نهاية جذر x لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية. نقول جذر زائد ما لا نهاية يساوي زائد ما لا نهاية. إذن ملاحظة هنا، دائما تحت الجذر نجد إما عدد موجب، إما صفر موجب، إما زائد ما لا نهاية. إذن هنا فإن ماذا؟ فإن نهاية x يؤول إلى زائد ما لا نهاية للدالة جذر واحد زائد x مربع ماذا تساوي؟ تساوي زائد ما لا نهاية، تساوي زائد ما لا نهاية. نأتي إلى حساب نهاية الدالة أخرى. سوف أقوم بإزالة هذه المعلومات. نأخذ المثال التالي كذلك، نهاية لما x يؤول إلى ناقص والزائد ما لا نهاية للدالة الصماء أو الدالة الجذرية 2x زائد 1 الكل على x.
هنا نقوم بفصل هذه الدالة. إذن نسمي دائما في البداية الدالة إلى X. ما هي الدالة إلى X؟ هي ما بداخل الجذر، نأخذ ما بداخل الجذر. إذن ما بداخل الجذر هو 2 X زائد 1 الكل على X. والدالة V إلى X هي جذر X، يعني دالة مرجعية، دائما نأخذ دوال مرجعية يعني. جذر X. في البداية نحسب النهاية لما X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، ثم نحسب النهاية لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية. بما أن نقول دائما بما أن ماذا؟ بما أن نهاية الدالة إلى X لما X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، إذن في هذه الحالة الدالة إلى X هي عبارة عن دالة ناطقة، بسطها كثير حدود ومقامها كثير حدود. إذن نأخذ نهاية حاصل قسمة الحد أعلى درجة في البسط والحد أعلى درجة في المقام، كما تم الإشارة إليه في دروس سابقة. إذن نقول هنا نهاية ماذا؟ X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذن أكبر حد في البسط هو 2 X، وأكبر حد في المقام هو X. إذن نهاية حاصل قسمة هذه تساوي 2. إذن باختصار X مع X نجد 2 قسمة 1 تساوي 2. نأتي الآن إلى حساب. إذن قلنا هذه A وهذه B هي 2. نأتي نقول و ماذا؟ نهاية الدالة في X لما X يؤول إلى 2 التي وجدناها. إذن ماذا تساوي؟ نقول تساوي نهاية جذر X. X يؤول إلى 2. إذن بالتعويض نجد تساوي جذر X، ونحافظ عليه عدد أصم جذر، عفوا جذر 2، نحافظ عليه جذر 2، لا نكتب 1.1 و... إذن بما أن و فإن ماذا؟ إذن فإن نهاية الدالة جذر 2 X زائد 1 على X لما X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، إذن ماذا يساوي؟ يساوي جذر 2. نأتي إلى حساب النهاية لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذن نقول بما أن نهاية الدالة إلى X لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية، قلنا إلى X هي عبارة عن دالة ناطقة بسطها كثير حدود ومقامها كثير حدود، إن صح القول، إذن تساوي نهاية لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية، نهاية حاصل قسمة حد أعلى درجة في البسط والحد أعلى درجة في المقام. إذن أكبر حد في البسط هو 2 X، وأكبر حد في المقام هو X باختزال ما يمكن اختزاله. إذن نجد يتبقى لدينا 2 و نهاية الدالة في X، الدالة الصماء جذر X لما X يؤول إلى 2 تساوي، أقول نهاية جذر X، X يؤول إلى 2، إذن ماذا تساوي؟ تساوي جذر 2. إذن فإن نهاية الدالة لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية لجذر
اثنان اكس اثنان اكس زائد واحد على اثنان تساوي عفوا على اكس تساوي جذر اثنان. نأتي كذلك إلى حساب نفس النهاية لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أكبر. إذن لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أكبر نحافظ على الدالة لأن نفسها نود حسابها لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أكبر. قم بإزالة ما كتب. إذن نفس الدالة طبيعة الحال هنا لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أكبر. إذن هنا صفر بقيم أكبر معناه صفر موجب. إذن دائما نستعمل نقول بما أن نهاية الدالة P x لما x يؤول إلى صفر بقيم أكبر. إذن ماذا تساوي؟ نقوم بتعويض قيمة صفر في بسط الدالة إلى x. إذن اثنان في صفر تساوي صفر زائد واحد يتبقى لدينا العدد واحد على صفر لأن هنا لدينا x صفر موجب لأنه بقيم أكبر. إذن صفر موجب. إذن ماذا تساوي؟ واحد على صفر موجب تساوي زائد ما لا نهاية. و نهاية الدالة في لإكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية التي تم جدها إذن تساوي جذر نهاية الدالة الصماء جذر إكس. إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذن جذر زائد ما لا نهاية ماذا يساوي؟ يساوي زائد ما لا نهاية. إذن بما أن و فإن ماذا؟ فإن نهاية الدالة لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أكبر أو صفر موجب للدالة جذر اثنان إكس زائد واحد الكل على إكس. إذن ماذا تساوي؟ تساوي زائد ما لا نهاية. نأتي كذلك إلى حساب نهاية دالة أخرى نهاية الدالة B cos 2 x زائد 3 على x مربع ناقص 2. كذلك سوف نستعمل نهاية الدالة مركبة. سوف أقوم بإزالة العمل السابق. إذن لدينا الدالة نهاية الدالة إذن P cos دالة جيبية نفتح قوس إذن 2 X زائد 3 على X مربع ناقص 2. هنا لا يمكن استعمال نهاية الدالة بالمقارنة. يمكنك أن تجرب ذلك. إذن لما x يؤول مطلوب لما x يؤول إلى ناقص وزائد ما لا نهاية
إذن أولا يجب أن أقوم بفصل هذه الدالة، هي عبارة عن دالة مركبة. إذن نسمي في البداية الدالة U دي X. إذن الدالة U دي X ما هي الدالة U دي X؟ هي U دي X هي ما أمام الكوس. إذن ما أمام الكوس هو 2 X زائد 3 على X مربع ناقص 2. والدالة الأخرى V دي X تساوي هي P العدد P في كوس X. كوس X نأتي إلى الحساب. دائما بما أن طبيعة الحال بما أن نهاية دالة إلي X في البداية لما X يؤول المطلوب دائما X يؤول إلى ناقص زائد ما لا نهاية هنا. إذن إلي X التي هي عبارة عن دالة ناطقة، إذن نأخذ نهاية الحد أعلى درجة في البسط والحد أعلى درجة في المقام، أو بالأصح نهاية حاصل قسمة حد أعلى درجة في البسط والحد أعلى درجة في المقام. إذن أكبر حد في البسط هو 2 X، عفوا هو 2 قلنا هو 2 X على أكبر حد في المقام الذي هو X مربع. إذن اختزال ما يمكن اختزاله، سنجد أنه X يختزل مع التربيع. إذن يتبقى لدينا نهاية ليميت لما X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذن ماذا بقي؟ 2 على X، نعوض X ب ناقص ما لا نهاية، يصبح لدينا 2 على ما لا نهاية. إذن عدد على ما لا نهاية يساوي 0. الآن نأتي إلى حساب نهاية الدالة V دي X التي هي عبارة عن دالة جيبية في كوس X. إذن لما X يؤول إلى 0، إذن نقول يساوي نهاية P كوس X. X يؤول إلى 0. إذن كوس 0 ماذا يساوي؟ كوس 0 يساوي 1. إذن في الدائرة المثلثية كوس الزاوية 0 تساوي 1. إذن 1، إذن هذا يساوي 1. 1 في بي إذن ماذا تساوي؟ يساوي بي. إذن فإن نهاية لما X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية للدالة فيه كوس 2 X زائد 3 على X مربع ناقص 2، إذن ماذا يساوي؟ نقول يساوي العدد P. هذا فيما يخص النهاية لما X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. نأتي الآن كذلك إلى حساب النهاية لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية بنفس الصيغة وبنفس الكيفية. إذن بما أن فإن بما أن نهاية أولا نهاية الدالة U دي X لما X يؤول الآن إلى زائد ما لا نهاية، إذن U دي X إذن ماذا نقول يساوي لما X يؤول زائد ما لا نهاية؟ نهاية حاصل قسمة حد أعلى درجة في البسط والحد أعلى درجة في المقام. لماذا؟ لأن بسطها كثير حدود ومقامها كثير حدود. إذن هنا 2 X على X مربع
إذن باختزال ما يمكن اختزاله؟ نقوم باختزال x مع التربيع، يتبقى لدينا نهاية لما x بطبيعة الحال يؤول إلى زائد ما لا نهاية 2 على x. إذن يصبح لدينا 2 على زائد ما لا نهاية، إذن ماذا يساوي؟ إذن نقول يساوي 0. لماذا؟ لأن عدد على ما لا نهاية يساوي 0. إذن و وماذا؟ يعني تم حسابها. إذن و نهاية الدالة في دي إكس لما إكس يؤول إلى 0 الذي تم إيجاده هو بي حسب النظرية، إذن يساوي ماذا؟ يساوي نهاية دالة في دي إكس التي هي عبارة عن بي كوس إكس لما إكس يؤول إلى 0. إذن ماذا تساوي؟ قلنا سابقا أن كوس 0 إذن يساوي 1، 1 في بي إذن يساوي العدد بي، ونكتب بي ونكتب 3.14 لأنه أكبر من ذلك. إذن فإن ماذا؟ فإن نهاية لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية للدالة بي كوس نفتح قوس إذن 2 x زائد 3 على x مربع ناقص 2، إذن ماذا يساوي؟ يساوي بي. هذا فيما يخص هذا المثال. نأتي الآن إلى دراسة مثال دالة جيبية أخرى، كذلك بالدالة شينيس، يعني دائما نفس الفصل. قم بإزالة العمل السابق. إذن قلنا نأخذ المثال التالي. إذن لدينا إذن نهاية ليميت لما x يؤول إلى زائد الناقص ما لا نهاية. إذن هنا سينوس دالة جيبية، إذن نفتح قوس ب x مربع زائد 3 على x مربع زائد 2 x زائد 1. إذن المطلوب حساب النهاية لما x يؤول إلى ناقص أو زائد ما لا نهاية. نأتي الآن إلى فصل هاته الدالة، إلى دالتين، لأنه هي عبارة عن دالة مركبة من دالتين. الدالة الأولى الدالة إلى x، إذن الدالة إلى x هو ما أمام الدالة الجيبية. إلى x ماذا يساوي؟ إذن هو ما وجد أمام الدالة سينيس، إذن هو P لـ x مربع زائد 3 على x مربع زائد 2x زائد 1. إذن هذه هي الدالة إلى x.
الدالة في دي إكس، نأتي إلى كتابتها في هذا الجانب. إذن في دي إكس هي الدالة سينوس إكس. إذن نقوم عند الإزالة نقوم بتعويض ذلك الفراغ بإكس، إذن هي سينوس إكس. نأتي إلى حساب، إذن نقول ليميت أذان صلاة العشاء، تقبل الله منا ومنكم. إذا نهاية الدالة إلى إكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي، سوف أنتظر انتهاء الأذان وأكمل الشرح. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا نأتي إلى تكملة أو إكمال الشرح. إذا قلنا نهاية الدالة إلى إكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذا لدينا هنا الدالة إلى إكس هي عبارة عن دالة ناطقة بسطها كثير حدود ومقام كثير حدود. إذا دائما هي نهاية حاصل قسمة الحد أعلى درجة في البسط والحد أعلى درجة في المقام. إذا النهاية لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، إذا ماذا؟ نقول أكبر حد في البسط هو في لإكس مربع على المقام. إذا لدينا إكس مربع، إذا إكس مربع يختزل مع إكس مربع، يتبقى لدينا العدد في. نأتي الآن إلى حساب نهاية الدالة في دي إكس لما إكس يؤول إلى العدد ب. إذن ماذا تساوي؟ نقول يساوي إكس يؤول إلى العدد ب سينوس إكس، لأن الدالة في دي إكس هي الدالة الجيبية سينوس إكس. إذن سينوس ب ماذا يساوي؟ في الدائرة المثلثية يساوي صفر، سينس الزاوية بي يساوي صفر. إذا ماذا نقول؟ إذا هنا بما أن و فإن ماذا؟ فإن نهاية لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية للدالة
سينيس لان نفتح قوس بي في اكس مربع زائد 3 الكل على اكس مربع زائد 2 اكس زائد 1. إذن ماذا يساوي؟ نقول تساوي 0. نأتي إلى حساب النهاية. لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية هي نهاية بسيطة يعني. إذن نهاية لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية الدالة u x هي نفسها لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذن تساوي النهاية لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذن أكبر حد في البسط بين x مربع على أكبر حد في المقام x مربع. إذن باختزال ما يمكن اختزاله، إذن يصبح لدينا النهاية تساوي العدد ب. إذن و نهاية الدالة في x لما x يؤول إلى العدد ب. إذن ماذا يساوي؟ نقول يساوي نهاية الدالة في x التي هي عبارة عن سينيس x لما x يؤول إلى العدد b. إذن قلنا سابقا أن سينس b الزاوية b تساوي 0. إذن فإن نهاية لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية الدالة سينيس إذن هنا ب x مربع زائد 3 على x مربع زائد 2 x زائد 1. إذن ماذا يساوي؟ يساوي 0. نأتي إلى آخر مثال في هذه الدراسة. مثال إذن آخر مثال هو نهاية لما x يؤول إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية. إذن للدالة 1 على جذر x مربع زائد x زائد 1. لو نلاحظ هنا لدينا تركيب ثلاث دوال. إذن هي الدالة المقلوب والدالة الصماء والدالة كثير حدود من الدرجة الثانية. إذن نحن نقوم بفصل دالتين فقط. إذن سوف أتي إلى ذكر نهاية. إذن نقول ممكن نقول تساوي علامة استفهام، نحتاج إلى فصل هذه الدالة. إذن لدينا الدالة إلي إكس. إذن ما هي الدالة إلي إكس؟ هي ما في المقام. إذن ماذا تساوي؟ تساوي جذر
x مربع إلى زائد x زائد 1، والدالة v dx التي تساوي دالة مقلوب 1 على x. نأتي الآن إلى حساب نهاية الدالة الصماء إلى x. إذا نقول limit then سوف نقول limit لما x يؤول إلى، سوف أحسب النهايتين معا. إذا لما x يؤول إلى ناقص أو زائد ما لا نهاية. لو نأتي إلى الدالة إلى x، تقول أن الدالة إلى x هي كذلك عبارة عن تركيب دالتين. أنا أخذت هذا المثال حتى أبين أن هنالك طريقة أو ما يسمى بالطريقة الذكية أو الطريقة الغبية. إذا الطريقة الذكية هي التي كنا نستعملها، أما الطريقة الغبية فهي كالتالي، يعني راح أود استعمال نهاية الدالة المركبة لكن بطريقة غير مباشرة. إذا الطريقة الذكية أو الطريقة الغبية يستعملها كلا التلميذين، يعني ليس الطريقة الغبية يستعملها تلميذ غبي أو الطريقة الذكية يستعملها تلميذ ذكي، هي تسمية فقط يعني. إذن سوف أقوم بحساب نهاية هذه الدالة التي هي كذلك هي دالة مركبة. إذن أخذت هذا المثال حتى أوجه طلبة أو أذكر أو أفكر يعني إن صح التعبير. إذا نقول إذا ليميت، يعني إذا لم يجبرني السؤال على استعمال الدالة المركبة يمكنني الحساب كالتالي، إذا ناقص أو زائد ما لا نهاية للدالة إلى إكس التي هي عبارة عن دالة مركبة كذلك. إذا إكس مربع زائد إكس زائد 1. إذا ماذا أفعل في هذه الحالة؟ أولا أقوم بإخفاء الجذر. إذا هذا الجذر أقوم بإخفائه، يعني يمكن أن أخفي هذا الجذر، أقوم بإخفائه. إذا ماذا يتبقى لدينا؟ يتبقى لدينا الدالة كثير حدود x مربع زائد x زائد 1. نحسب هذه نهايتها لما x يؤول إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية. إذا هي نهاية ماذا؟ هي نهاية الحد ذي أعلى درجة، معناه ناقص ما لا نهاية مربع تكون زائد ما لا نهاية، أو إذا أخذنا عند زائد ما لا نهاية نقول زائد ما لا نهاية مربع تكون زائد ما لا نهاية. ثم بعد حسابها أقوم بإعادة الجذر، يعني كل هذا ذهنيا فقط، يعني ليس بالكتابة، كل هذا ذهنيا. يعني لا نأتي ونقول نكتب مثلا هنا، نقول مثلا تساوي هي نهاية x مربع. إذن هذا خطأ، إذن ليس هكذا. إذن قلت أقوم بالإخفاء، يعني هذه العملية أقوم بها ذهنيا فقط. إذن في البداية أخفي جذر x، كان أستعمل يدي مثلا. إذا نلاحظ أنه ما يتبقى نحسب النهاية ما بداخل الجذر عادي جدا. إذا ثم أضيف جذر x للنهاية. إذا لو نأتي هنا في هذا المثال إلى حساب النهاية لما x يؤول إلى ناقص أو زائد ما لا نهاية نجدها هي نهاية x مربع، إذا هي زائد ما لا نهاية، نقول جذر زائد ما لا نهاية ماذا يساوي؟ إذا نقول يساوي زائد ما لا نهاية. هنا أنا أستعمل نهاية دالة مركبة ولكن بطريقة غير مباشرة فقط. إذا نقول هنا زائد ما لا نهاية. نأتي الآن إلى حساب، إذا هي زائد ما لا نهاية عند النقص أو زائد ما لا نهاية. نأتي الآن إلى حساب النهاية لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية للدالة في x التي هي عبارة عن دالة مقلوب أو هي نهاية 1 على x. x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، إذا لدينا الدالة 1 على x. إذا x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، إذا يصبح لدينا 1 على زائد ما لا نهاية. إذا عدد على ما لا نهاية يساوي 0. إذا عدد على زائد ما لا نهاية يساوي 0. ونستنتج أن نهاية
الدالة لما x يؤول إلى ناقص أو زائد ما لا نهاية للدالة واحد على جذر x مربع زائد x زائد واحد، إذن ماذا تساوي؟ تساوي صفر. هذا والله أعلم، إن أصبت فمن الله، عفوا إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإن أصبت فمن عندي الله، وشكرا لكم. انشروا هذه المقاطع حتى تؤجروا معنا، فد واستفد. شكرا لكم.